قام مؤخرا وزير التربية الوطنية أحمد غزالي محمد أصيل بزيارة ميدانية لمناطق اللاجئين بإقليم البحيرة بهدف تفقد سير العملية التربوية هناك. المزيد في تقرير عبد الشافي بحر الدين الدود. في زيارته التفقدية وصل وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أحمد غزالي محمد أصيل إلى مدينة بقسلة حاضرة مقاطعة كايا الحدودية، وكان برفقته حاكم إقليم البحيرة آدم فرطي والمسؤولين الإداريين والتربويين في الإقليم. وفور وصوله إلى مدينة بقسلة أخذ جلسة عمل مع المسؤولين في المنطقة والمفتشين التربويين، وقد تباحثوا حول معرفة الخطة الوطنية والاستراتيجية التربوية التي وضعتها الحكومة حول الرعاية التعليمية وترقية المواطنة وتنفيذ مشاريع المؤسسات التعليمية. وقد أوضح المختصون في التربية والسلك التعليمي بأن مشروع التعليم هو في قيد التنفيذ، كما أنه يحتاج لخدمات إدارية وترميم الإصلاحات الضرورية. زي ما تعرفوا الإقليم عن البحيرة ده رجوعنا لك مشاكل صعوبات كثيرة في السنين الاثنين فاتوا ماضيين ده، وهسه كل مواجه صعوبات بقت سبب لناس قاعدين إيال قاعدين قاعدين وما بقدروا يبقوا في المدارس. عملنا المشروع ده عشان المدارس دي يجيبوا فوق الإيال، وعين ما زي ما شفتوا جينا شفنا الحمد لله اليوم آلاف يعني بقوا، لكن الحاجة المهمة زيادة ده لازم الإدارة، كل الإدارة الأبهات والأمهات مثل ما شفتوا مرة أخرى المسؤولين من التربية هني في الإقليم، أي واحد يتهم بمسؤوليته بمسؤولية تربية الأجيال. وبعد نهاية الجلسة قام الوزير أحمد غزالي محمد أصيل وبرفقته حاكم الإقليم آدم فرطي وعدد من المسؤولين التربويين بزيارة ميدانية لعدد من المدارس الابتدائية والإعدادية داخل المدينة وضواحيها، وخاصة معسكر دار النعيم ومعسكر دار السلام، وذلك بهدف التعرف على سير البرامج التربوية في الإقليم. تبقى الإشارة إلى أن إقليم البحيرة شهدت مؤخرا اضطرابات أمنية من قبل جماعة بوكو حرام، وهذا مما سبب إغلاق المدارس التعليمية في الإقليم. وبفضل جهود قوات الأمن والدفاع التي خصصت لمكافحة الإرهاب في المناطق الحدودية تم استتباب الأمن في كل المناطق الحدودية.